في العاشر من نوفمبر من كل عام ومنذ 77 عاماً، وبالتحديد في تمام الساعة 9:05 صباحاً، يقف كثير من الأتراك دقيقة صمت وحداد تخليداً لذكرى مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، رأس هرم الحكم في البلاد، إلى جانب زعماء الأحزاب التركية الكبرى وضعوا أكاليل الزهور على ضريح أتاتورك، كما عبر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في حفل التأبين عن التزامه بمبادئ الدولة التي أرساها أتاتورك. ملتزمون بمبدأ الوطن الواحد والعلم الواحد والأرض الواحدة، وسنلتزم بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان، فلا مجال للعودة للوراء. سنحيي ذكرى إنشاء الدولتين العثمانية والسلجوقية على هذه الأرض، لكن دولتنا الأخيرة هي الجمهورية التركية وعلينا الالتزام بمبادئها. وفي الوقت الذي عبر فيه أردوغان عن تمسكه بمبادئ الجمهورية التركية العلمانية أصلاً، شكك معارضون بالتزام أردوغان بتلك المبادئ، سيما وأن الأخير رفع الحظر المفروض على الحجاب وفرض قيوداً على بيع الكحول وألغى بعض التقاليد القومية في المدارس بحجة وأد العنصرية، وزاد عدد المدارس الدينية التي كانت محظورة، الأمر الذي رأى فيه البعض محاولة من قبل أردوغان لأسلمة المجتمع وتبديل مبادئ الدولة. كل محاولات تغيير الصبغة العلمانية لهذه الدولة ستبوء بالفشل. نحن نعول على وعي شعبنا تجاه هذه القضية، وفي حال شعر الشعب بالخطر على القواعد الأساسية لأتاتوركية الدولة، فإنه سيقوم بسحب الثقة من الحزب الحاكم كما فعل في انتخابات 7 يونيو الماضي. أردوغان يتهم أيضاً بإضعاف المؤسسة العسكرية المسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية مبادئ الدولة العلمانية، حتى ولو بالتدخل العسكري كما حدث في 80ات القرن الماضي، فباتت مؤسسة بلا تأثير بعد سلسلة محاكمات وإقصاء طالت كبار ضباطها بتهمة إعداد مخططات للانقلاب عليه، فلم يبقى من مبادئ أتاتورك سوى صور له معلقة على الجدران وتماثيل في الشوارع والميادين وفق معارضنا لسياسات أردوغان. ويرى البعض أن ما تبقى من علمانية الدولة ومبادئ أتاتورك سيقضى عليه قريبا، وذلك من خلال دستور جديد يسعى أردوغان وحزبه لعرضه على استفتاء شعبي في المرحلة المقبلة، كل ذلك بعد أن أحكم الحزب الحاكم قبضته من خلال الانتخابات الأخيرة على 313 مقعدا في البرلمان. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، إسطنبول.